اخوان انا راح اجيب 9 مقاعد على الاقل. عليكم بهم. اخوان انا راح افوز بصوت رئيس القائمة. والله انا حفوز يعني والله ما ادري. انا ان شاء الله متاكد وضامن 3 مقاعد. مقعدين يعني. مقعد واحد. اذا ما جبت شيء حولوا له رصيد. عليكم بهم. اقول لك شنو، انت ما حافظ بس هاي؟ لا هذا مكوك. اهم شيء المكون. شو تقول استاذ؟ والله انت سالت خوش سؤال بس اني والله ما ادري. انت والله دمرتونا، ما حد دمرنا غيركم والا ندمركم. تعرف هذا؟ هذا والله ما ادري. عليكم بهم. الولد شو يريد؟ اريد مصلحة المكون. والله ما حد باع المكون غيرك. بهي اساتذة اليوم ما تدرون اللي صار قبل الانتخابات الصبح. وهي مو سالفتي، هاي سالفتك انت احكيها. والله اليوم الصبح والله ما ادري. احكي لنا ايش صار؟ مواقعكم تهكرت وانفضحتوا فضيحة اجدي والعالم كلها قرت. بس لا المكون قرا. انتوا والله دمرتونا، انتوا دمرتونا واحنا راح ندمركم. تروح فهمني ايش حكوا؟ ما تدري يقولون على الاستاذ جايب حنطه ويخبطها ويا حنطه درجه 10. مستحيل انا اخبط. مو بس هاي استاذ، يقولون عليك تجيب بياض فاسد من سوريا. يعني انا مسؤول فاسد؟ شو اجيب بياض فاسد؟ ومرة رحت تاخذ رشوة من الانتاج الحيواني، ما لقيت شي تاخذه اخذت بسيفس. لا اعترض، اولا احنا اخذنا علي شيش مو بسيفس. بعدين انت مين لك هاي المعلومات؟ ابو الهيل، والله ابو الهيل. عليكم بهم. خو ما جابوني بالطالع. استاذ حبيبي مكون قلبي انت، يقولون عليك مسفر جهالك وفارض عليهم يتزوجون اجنبيات حتى يتجنسون غير جنسية، لان انت جنسية العراق فلس ما تشتريها. انا اخو المكون هذا على لاس بيت، منو برأيكم على سنين؟ الزعيم لو نسيت. نهدى أخوان نفكر بروي. سأني مثلاً أشجع ريال مدريد بس روح رياضية. أستاذ فدية روحك الرياضية. أنت غير محافظتك ما تقدر تفوت لها، ذاك اليوم مات لكم واحد وأنت كل شيء ما قدرت تسوي، أصلاً أهلك كلهم مهجرين وكل شيء ما تقدر تسوي. ريلي؟ والله أنا بخصوص هاي المعلومات أنا أقول والله ما أدري. زين أستاذ أنت مين نشر هذا الفيديو مالتك لازم بيه المواطن ودمرت حياته؟ الفيديو هذا اتصور بتليفون جعلته تليفوني. أو ليش جعلته تليفوني؟ هو تليفوني تليفون إكس مكسور شوية من الصفحة، نزل الساعة 10 بالليل. يعني أنت صعدته؟ أبو الهيل، والله أبو الهيل. هسه عرفت استاذ من نشر الفيديو؟ طبعا والله ما ادري. استاذ من فضلك. نعم. انت هم نزلوا عليك شغلات. ايش قالوا؟ قالوا عليك انت لازم 3 وزارات، اذن مونتير بقناه فضائيه، مصور مال اعراس، شنو انت؟ اريد احسن دخلي؟ بعدين والله حيرتوني، نبوق تقولون فاسدين، نشتغل تقولون محتكرين، شنو السالفه؟ صدق كذب؟ اجتهد على عيني وعلى راسي، بس مو تجيب تمن فاسد وتاذي بيه العالم. انت طبخته؟ اي طبخته وطلع فاسد. شو موازيك يا ابوي؟ طبخته طلع فاسد ذبه للدجاج، اشتري من السوق، صحتك اهم. ومو بس انتو كاتبين على المسخر مال الدوله بصالح، كاتبين على اللي دا يخوف الناس بالقوه، وعلى اللي دا يصرف فلوس الفساد بالحملات الانتخابيه. منين هذا الحكي؟ ابو الهيل، والله ابو الهيل. والله ما ادري. امو 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 ام